هل تمنح لغة المال تنظيم مونديال 2026 الملف الثلاثي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كندا والمكسيك؟ سؤال طفى على السطح وبقوة في الآونة الأخيرة. فحسب العديد من التقارير فإن هذا ما تريده إمبراطورية كرة القدم العالمية، ليس حبا أو تزلفا لدول الملف الثلاثي، بل لأن الأرباح المالية للفيفا ستكون أكبر في حال فوز هذا الملف بشرف التنظيم. التقارير تؤكد بأن الفيفا سترعى هذا التوجه. كلام إن صح فإن ما تغنى به الحاكم الجديد الكرة العالمية جياني إنفانتينو سيكون بمثابة كلام الليل الذي يمحوه ضوء النهار. فالرجل ومنذ سقوط سلفه بلاتر وهو يتحدث عن الشفافية والحكامة والاستقلالية والعدالة وحق جميع الدول في تنظيم الأحداث الكروية إن وجدت الشروط الموضوعة في دفتر التحملات، لكن إن صار المال هو المتحكم وهو من يقرر أين ستكون البطولة فهذا يعني بأن زمن بلاتر كان أفضل في هذا الباب. على الأقل في عهده تم إقرار مبدأ التدور في تنظيم المونديال بين القارات. الغريب في الأمر هو إن أرادت الفيفا منح التنظيم للملف الثلاثي على حساب الملف المغربي، فكيف ستقوم بذلك؟ ففي العهد السابق كانت أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية هي من تقرر. اليوم الاتحادات المنضوية تحت لواء الفيفا جميعها هي من ستصوت، وبالتالي كيف ستفرض رأيها عليهم؟ مهما يكن فكرة القدم وإن لم تعد رياضة فقط بل اقتصادا قائم الذات، والمداخل فيه تحسب بالملايير وليس بالملايين، إلا أنه يجب ألا تفقد اللعبة ما تبقى من بريقها بوصفها اللعبة الأكثر شعبية في العالم.